سيدو، قم وراك صلاة. زين يا أخوي، راسي ثقيل عقب الفطور. قم يا سعيد قم. تمشي على بيض؟ عجل. والله يا أخوك ما بقى شيء ما أكلته. خلك عسنة تفلح. ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. كنت صايم صايم، تعرف يعني شلون صايم؟ يعان. سعيد انت توضى ولا تتسبح؟ دمك خفيف تنكت ها؟ لا يكون دافع شيء من جيبك، ترى الماي ببلاش. الماي اللي ببلاش تراها نعمة، غيرك مبلاقيها. افتح الولف بالقدر اللي كفي وضوءك، تتوضى بتكون وفرت 10 لترات ماي، ما هو بصعبة. سؤال الحلقة لليوم يقول: استخدام الماء بحكمة أثناء الوضوء يوفر ما يقارب 5 لتر 10 لتر. مبارك عليكم الشهر.